كسر عام أم موسيقى ما راح تشكل وما راح تشكل وما راح تشكل هسه حاليا، وراح نخليها تفتر تفتر وترجع بملعبك، ونخليك انت القيادي، انت تسلم الدولة. احنا هذا مخططنا، وعندنا من يدعمنا ناس رجالوا بكل المحافظات وحتى على مستوى قيادات. احنا جايين صحيح شباب، بس احنا كل واحد وراء جيش كامل زين، واحنا نكون عندك الولاء والبيعة وبخدمتك والله العظيم. وانت لو مو اهلها احنا ما نجيك، احكي لك واقع زين. انا ثالث مرة اجيك، بس الله يشهد علي، الله يشهد علي، احنا نعزك ونحترمك، وانت الوحيد اللي ما خلت شيء، الوحيد انت، الله يشهد علي. هذا واقع نحشي بس بيناتنا، مو قدام العالم. معلومة لتعزيز كلامي، كلام اخوي ابو حسن، معاوية لعنة الله عليه انطى الاموال حتى يحارب جيش علي بن ابي طالب سلام الله عليه، تمام؟ مع ذلك امير المؤمنين جزاكم الله خيرا. هنا امير المؤمنين ما خسر، نعم خسر ارواح وانكره عند بعض الناس، ولا الان يعني الناس تبغض امير المؤمنين لانه قتل على يده بذل فقار. احنا لازم نصير دماء حج، وهاي الدماء بها شرعيه، يعني احنا مراجعنا وعلى راسهم سماحه آية الله الميرزه يشير بالدماء الجديده، وفتوى موجوده بهذا الشيء. لازم يصير دماء، لان اكو ناس ما تقعد اذا مو دماء جديده، واحنا مستعدين نضحي للعقيده والوطن والعرف زين والمذهب، لان نستاهل، يستاهل المذهب واحد يضحي له بدمائنا. وانا اول مستشهدين بهذا الشيء، كاتب يعني بورقه كبيره. فيجب ان تكون دماء جديده، لكن بخطة عمل صحيحة، وبقيادة مراجع، وبقيادة ناس حكيمة مثل جنابك الموقر زين، والأخوة الموجودين. فإحنا نريد كلامك. نفس كلام الميرزة. نفس كلام الميرزة. قيس شلون قيس؟ قيس زين، هو يضرب قصد وياك زين. بس انتوا الاخرين يعني اخواننا ما فتح تدرب وهذا لا اخواتنا هم بس هذول ما لهم شغل، هذول مو يم عالم هذا اصلا من وصلهم فلوس دول فلوس حجد دز علينا فالح الفياض ما رحنا قاعدين يعني. هذول ما لهم شغل اي ما قاعدين هذول حالين بالمسائل وبالا ابالا جديد ابالا الولائي زين ابالا وهنا لكن ابالا اذا يبقي هم هذول مو الحشد ابالا ولا لا لا شو ما شلون حجين العفو امرهم من يرى امر جماعه فتح هم ذول الفصائل الكتائب وعصائب وبدو وسيد الشهداء كلهم يعني ايرانيين حجين الكل ان شاء الله مع جل الاحترام لهم والالقاب الحاضرين ان شاء الله والغائبين اللي يجون يحضرون جنابك هاي كلها كفة، وإحنا الأخيار بكفة وكتائب أمة البقيع. ليش؟ إحنا بقيادة مرجعية. هاي الناس مثلاً باكر السيد المالكي يقول لهم بويا اقعدوا، ما راح يقدر يسيطر عليهم، بينما أنت تخابر مثلاً سماحة الميرزة تقول له الأخيار طلعوا عن طاقتي، تليفون واحد من عند القيادات ينتهي الموضوع. فالمرجعية أساس. أها، أنت لازم تذب ثقلك واهتمامك بأمة الأخيار، وهذا ضروري. اثنين، عندك محور ديالة مسيطر عليه تماما، ما حد يتنفس بقى. هاي اثنين. الأمير موسى ودلي أجيب لك مبارك. احنا ما لنا علاقة بأمير موسى الحج. اليوم احنا خلينا زمام الأمور بيد الحج. أيضا يعني ما عارفين الوضع الإيراني. الإيراني الآن خط الحرس. نعم صحيح. هو خامنئي. نعم. والاطلاعات مو. الاطلاعات. مشكلة بين الحكومة والحرس صح في زمن رئيس الجمهورية اللي راح روحاني اجى سيد رئيسي تقريبا تقاربت الخطين يعني خط السيد الخامنئي والحرس وأبو خط رئيس الجمهورية والاطلاعات نعم الاطلاعات والحرس تمام الحرس ما يعطون مجال للاطلاعات يدخلون بأي حد فالحرس هم اللي يقولون هاي العملية غير ما حد يقدر يتدخل. أنا رحت الإيران حكيت لي ولايتي حكيت لي رئيس مجلس النواب الشورى حكيت لي وزير الاطلاعات كلهم على كلمة واحدة المشور ويا الحكي بلا فيه يقول والله بس ما أقدر لأن سماحة السيد وكل الأمر بقرار قدس الحج قاسم والسقاعة
الأمر بيده، الحديث يصير مع الحرس. بالضبط. إذا رحت وإذا رحنا نحو الاطلاعات. لا لا لا. طبعا. الحرس. أنتوا خذوا جهودكم ويا الحرس. هذا الكلام. أمير ولذلك الشاهد أمير مو ويا الحرس. لا. بل الآن يجي يمني وأتكلم وياه واللغة العربية ما تجيدة. وكان موجود قاعد نحسب رضائي وخاضرني نحسب رضائي وراح يم فلان وخاضرني كذا فاسألت عنه قال لا نيجي يعني كذا شيء لأنه هم من الحرس فخلوا جهدكم ويا الحرس حج جهدنا أنت إحنا أولادك.